بيوتي باي ليلى عبيد، اليوم اسئلتكم مرحب فيها اكيد مثل العاده بهالفقره، اسئله جماليه ورح نحكي نحن اصلا عن العادات السيئه خلال النهار وخلال يومياتنا اللي بنعملها وما بننتبه انها موسيقى لجمالنا. بونجور. بونجور، كيفك اليوم؟ سافا. يلا قربت الصيفيه تخلص، يلي ما بحب الصيف ناطر يلبس شتوي وناطر الوان الشتاء الدسامه، ولكن تركت اثار بتكون الصيفيه على كثير امور، على الشعر، على الاظافر، على البشره. في كثير اتصالات عم تجي من بعد ما تخلص الحلقه وما يكون عندنا مجال انه ناخذ اتصالاتهم، رح اجرب انه رد على بعض الاسئله. عندي اكثر من 200 سؤال بس نقيت اخترت يعني بعض منها يلي الكل بيقدر يستفيد منها، وهي ميه الكلورين او الكلور. الكلور يعني اكيد ما في شك انه ببرك السباحه ضروري مطهر، بخزان المي مطهر، بالمي اللي بنشربها في جزء بسيط، في بالتنظيف بالمنزل، كل هالاشياء، ولكن ما في شك انه عندها سيئات. السيئات هي لما ما بنعرف نتكيف وما بنعرف كيف نتفادى هالأمور يلي بتقدر تكون أخطاء من جراء الكلورين. إذا كنا من الناس يلي كتير نسبح بمية البرسي البسينات، هون لازم ننتبه أنه يكون نرتدي البني يلي داخلها في نايلون. ليه؟ لأنه بدنا نحمي شعرنا من أنه يقصف، أطرافه بتقصف على الكلورين مع الشمس. اللون ما هو بليتش بيفتح، يعني إذا كنا عم نصبغ شعرنا رح ما يضاين الصباغ أكثر من تقريبا أسبوع لأنه ببلش يبيض الشعر المصبوغ. حتى بالماضي كنا نحن وصغار لما نسبح كتير نلاحظ أنه أطراف شعرنا بلشت تفتح، عم تفتح مش بس تتشقر ولكن عم تكون عم تنشف، وبذات الوقت بتصير في تقصف بأطراف الشعر. هون وجب قص الشعر إذا عم نلاحظ تقصف، وإذا عم نلاحظ عم يفتح الشعر عم يبين الأبيض ما بيكون من الهير دريسر أو من الصبغة، بيكون من كثرة التعرض للكلورين. بس يعني في اشخاص يعني بحبوا ينزلوا مرتاحين على البرق على البسين وما يعني وبيبلوا شعرهم، صح؟ ما في اكيد ما بيقدروا يلحقوا حالهم بش طريقه. اكيد بيقدروا يلحقوا حالهم انه يكونوا حاطين زيوت مش بكميات كبيره تما يزعجوا الناس يلي كمان لما بتتحلل هالزيوت مع الكلورين بالبسين. خلينا نكون انه بمودريشن، وبذات الوقت لما بنطلع من البسين كمان يتم تفويح الشعر هيك لدقائق لحتى ما يبقى الكلورين نحن وبالشمس كمان. ما في شك انه الكلورين عنده سيئات على الجلد، لما بنحس من بعد هالمرحله هي بنلاحظ الجلد عم بينشف، وجب لما بنستحم من بعد السباحه نحط زيوت فورا على الجسم هو ورطب. يعني بنكون خلصنا تفويح الجسم بنحط عليه زيوت وبنتركها بنرجع بننشف فقط هالزيوت من دون ما نرجع والشعر كمان. اما الشعر ما في شك انه الشعر عنده اذيه واذيه اكثر من غيره، ولكن الاظافر كمان. خلينا نقول كيف بدنا نتجنب اثنين سوا للشعر. لما بالبيت حتى اذا عم غسل شعري والخزين فيه كميه كلور يلي بتطهر والاكثر بحط منها، ويلي لازم نتجنب هالكميه الكبيره يعني بأي طريقة، أو آخر تفويحة بالشعر نستخدم المي المعدنية. نعم. يلي هي مفيدة أنه نخفف من سيئاتها، لأنه دايما بينحكى عن المي الكلسية ما بينحكى عن المي اللي فيها كلور، يعني هي اثنين عندهم زيف سو حدين يعني. ولكن المي الكلسية ما تأكدوا لهلأ أنه هي بتهر الشعر، والأكثر بيقول إذا سافرت على الدول العربية يعني أنا المي هونيك كلسية كتير، يمكن بالعكس يمكن عنا يكون المي كلسية أكثر، ولكن الأشخاص بيلاحظوا إذا المي كلسية، بيلاحظوا من لونها، بيلاحظوا من ترك الأثر على بشرتهم لما بتجف، على إيديهم لما بيجفوا.
حتى إذا عم بغسلوا شعرهم بدون ينتبهوا على أظافرهم. حتى البعض في يعني بياخدوا طريقة يلي هي شوي يعني سئيلة، بحطوا كفوف بإيديهم لحتى يغسلوا شعرهم تيحموا ضفيرهم من أنه يتقصف الظفر ويصير في عندهم مشاكل جفاف بالأظافر. وفينا نغسل عادي ونرجع نحط كريم على الإيدين أو زيوت على الإيدين والأظافر فور ما نغسل شعرنا من بعد أي مي إذا كان كتير فيها كلورين. ولكن حتى من دون ما نكون عم نغسل شعرنا، لما منغسل إيدينا مفروض فينا إذا عم نفكر بهالمساوئ إن كان المي الكلسية أو الكلورين نرجع فورا بس نغسل إيدينا نحط عليهم زيوت أو كريمات خاصة أو أي زيت متوفر. يعني علبة الكريم لازم تكون حد الصابون ضروري، وأنا هيك بعتمد هاي الطريقة من زمان. يعني دايما في زيت، في كريم للإيدين، في ملطف للإيدين، لأنه مثل ما بنعرف أنه طبقات الجلد بالإيدين الدهون كتير قليلة، وبنعرف أنه مية الكلور بتسحب هالدهون وبتأثر أنه يصير فيها حساسية أيام على الجلد لبعض الأشخاص يلي جلدتهم معرضة لأنه تعمل هالحساسية. سو مفروض فينا أنه نتجنب، وإذا كنا صارت الحساسية هون ننتبه ما نبتدي دغري أنه جارتي بتحط كورتيزون وأنا لازم أحط، لأنه هيدا إدمان بيقدر يأذي البشرة ما عود يعرفوا يعالجوها. أكيد اللجوء للطبيب لحتى إذا كان بده يختار الكورتيزون لأي مشكلة. لبعض الناس يلي عندها إكزيما عندك بتتعرض للكلورين وبتتأثر أكتر، ولكن هون الطبيب بيختار، لأنه إذا حطينا نسبة عالية بصير في إدمان على الكورتيزون، بصير بده ينحط أقوى وأقوى، بعدين ما بعود يفيد أو بيعمل ضرر. هون بيكون بينعمل بالانس بطريقة معينة، بيشوف الطبيب كيف وبيختار. ما نسرع ناخد وصفة الجارة وصفة الأشخاص القراب منا يلي عانوا من مشكلة ما، كل واحد حالة وكل واحد بشرة شيء وكل مشكلة إلى حلول مختلفة. هيدا بالنسبة يعني أكيد خرج نعمل حلقات عنها، ولكن لأقدر جاوب عن كتير أسئلة اليوم. في سؤال ورد عن استخدام الكريمات إذا بمرحلة مبكرة بلشت تحط أنتيريد يعني مقاوم للتجاعيد، وإذا كان في بالكريم فيتامين سي أو أسيد إياليورونيك. ما في شك أنه طبقات الجلد هي في بمكونات الجلد الأسيد إياليورونيك، ولكن الفيتامين سي بناخده من الأكل، يعني مش مثل الحيوان جسمه عنده أوريدي، نحن بناخده من الأورنج، من أمور كتيرة لنحكي عنها. ولكن لما منفكر نحن بالفيتامين سي منفكر انه منقول انتي اوكسيدنت، يعني دغري بقول انتي اوكسيدنت يعني مقاوم للشعاع المضيء وللأشعة ما فوق البنفسجية. شو اللي بده يصير؟ يعني نحن شو بنطلب من الفيتامين سي؟ بنطلب انه بدون ما نحكي عن الامور الصحية واللي هي ضرورية قريبا هلا قرب الشتاء، ولكن انا هون بدي اقول نحن بنكون عم نطلب نعطي جلو، نعطي بياض، نخفف من الكلف، كل هالامور. نحن بالنهار عم نتعرض لهالشعاع المضيء وللاشعه ما فوق البنفسجي، سو الفيتامين سي هو الاحسن للنهار. ليه؟ لانه هو بيدخل كمان بتركيبه الفيبروبلاست يلي بتصنع الكولاجين، يلي نحن هون تماسك الجلد ومطاطيته يعني اكيد لمقاومه التجاعيد. بس اي متى بيسوى استخدم الفيتامين سي وباي عمر؟ الفيتامين سي هو ليستخدم بمرحلة ما فوق العشرين، لأنه مكونات الجلد بتكون كلها بعدها بتقدر تقاوم حالها، بتقدر تصنع، لأنه مثل ما بنعرف أنه السؤال كمان عن الأسيد إياليورونيك، الأسيد إياليورونيك موجود بالجلد، ولكن هون هي عنده مهمة، هون عنده حماية لما نحن بنستخدمه، أما الأسيد إياليورونيك عنده مهمة، شو هي مهمته؟ يحافظ على الترطيب بالبشرة، منشان هيك منلاحظ أنه هو مثل السفنجة، بس يجي المي عليها بتنفخ، منحس انه هالمكونات الجلد من الدهون ومن المي ومن الكولاجين والإلاستين والامور الاخرى، هون
منحس انه المي لما بتكون بتنتفخ يعني الاسيد هيالورونيك عم الكابتلو عم بيحافظ على هالمي، بيلجأ لاشخاص ليحقنوا بالاسيد هيالورونيك ليحافظوا على هالانتفاخ. سو نحن لنقدر نحافظ على بشرتنا اكيد الاسيد هيالورونيك مهم، وهو بيصير في عمليه تصنيع وتكسير. شو بيصير؟ بيصير يصنع بمرحله نحن وصغار والتكسير بيكون كتير قليل. لما منوصل لسن ما فوق العشرين 24 25 26 بلش التكسير يصير يسرع ويعملوا سبق ما ينبعدهم. انت انا عم تصنع لأنا بدي كسر اكتر، بيعلى التكسير كل ما نكبر. هون هو سريع العطب بينقص ومنحس انه سنايات تجاعيد رقيقة الوجه هيك ما فيه نضارة ما فيه هيك انتفاخ. سو اكيد ضروري يكون في اسيد هيالورونيك. ما بين اثنين هو بيدخل الريتينول اسيد يلي هو حكينا عنه حلقات، ما رح نبلش نحكي عنه هلا غير اول الشتاء، رح نترك هالمواد الثلاثه نحكي اليوم بس عن هالاثنين لحتى نعرف انه الفيتامين سي فيه ضلني استخدمه بالصيف بمكونات مدروسه نسبتها، والاسيد هيالورونيك مع كريم الليل كثير مهم بالليل. العمر شو هون؟ إذا أنا بأي مرحلة بما أنه من سن العشرين وما فوق بلش ينقص، يعني لازم حط شيء فيه أسيد هيالورونيك، وبما أنه لأنه الفيتامين سي بيقوي الكولاجين وبلش ينقص الكولاجين وتجديد الخلية بعمر مبكر لازم حط فيتامين سي. لازم حط حسب احتياجات بشرتي، ما بدي سرع استعمل مكونات عالية. الترطيب المرطب ايدرا مويسترايزر على طول ما انا وجهي مرتاح وما عندي ولا مشكله بحط كريم، ما بحسه منشف، ما بحس انه انا عملت دايت قويه ونقصت وزني بسرعه. كل هلو ما عم باخد ادويه معقول تخفف من مكونات الجلد لان بلش يضعف الجلد. هون بكون انا بمنقى عن استخدام كريمات فيها مكونات بما يعني بما يقال انه يعني مهمه. هالمكونات هي مهمه ما في شك. سو ما بسن ال 24 بما انه حددنا ال 24 انه بلشنا فيها يبين تجاعيد، بلشنا ينقص هالمكون، بلش يرجع لورا مكونات الجلد الأساسية، خلي سنة العشرينات وما فوق هو بداية لاستخدام. نحن عم نحكي عن الكريمات الخارجية بالأسيد هيالورونيك. أما التعبئة هون لازم يكون في دور انه ننشط الجلد، نعمل رياضه، نعمل فيشل اكسرسايزز، جرب انه توقع الشمس يلي هي بتنقص. شو اللي بينزل الاسيد هيالورونيك؟ بينزلوا الشمس، بينزلوا التدخين، شرب الكحول، الستريس، عدم النوم، كل هالاشياء بتنزل مكونات الجلد. اذا انا عم بعرف انتبه وحافظ على مكونات الجلد، ليش ما انه اتاخر شوي اني ركز على هالامور، استعمل مويسترايزر فيه نسب خفيفة. سو سن العشرين وما فوق في استعمل هالمكونات ولكن مش بنسب عالية. أما لما بصير تطور أكتر شوي عم بوصل لثلاثين هون نكون منتبه كتير للكوجيك أسيد، للريتينول، للأسيد ريتينوين يلي كلها بتجدد الخلايا وبتعطي نشاط وبتحط الكل على جنب، بتقول أنا جيت ما حدا يبين حدي لأنه أنا بقشر الجلدة بشيل الخلايا الميتة وبعطي خلايا فتية على سطح الجلد. مش بحاجة لها أنا لما بكون أصغر إذا منتبه لبشرتي. ولكن هون بيكون دور السان فلتر بروتكشن يلي هو بخفف من تراجع يعني من تراجع التصنيع، والفيتامين سي من تكسير لانه بيكون هو عم بيساعد الفيبروبلاست انه يطلع كولاجين ويقاوم كل هالاشياء. ولكن البشره هون كل وقت تكون عم تعيط ومعصبه انه شو عم تعملوا فيي؟ يا عمي ليه عم تروحوا على الشمس وتتشمسوا هالقد وتحرقوني؟ بدها تقاوم حالها، عم 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 تقول دخيلكم. شو بيصير؟ منشوف روجر، منشوف كلف، منشوف مسام مفتوح، كل هالاشياء، منشوف شعر نشف، منشوف ايدين منشفين، اظافر عم يتكسروا، كل هيدي رياكشن عم بتقول انه بليز توقفوا. نحن هالمرحله بحد ذاتها لانه خفت الشمس بنفكر انه صار فينا نتعرض للشمس اكثر، لا هون في غش شوي لانه بنكون عم نتعرض للحراره ذاتها، بنقعد وقت اطول لانه بنكون مفكرين حالنا بامان.
سو هيدي المرحلة. أما بالنسبة للشعر السؤال الكبير كان عن هر الشعر، وقد ما عنا وقت أنا رح جرب أحكي دقيقة عن الشعر دقيقة، لأنه الشعر بده حلقات وساعات. بدي أكد أنه الشعر، ودايما نقول أنه بلش يهر شعري، نحن مرحلة الهر هي هلأ end of September ببلش الشعر، سبتمبر اكتوبر نوفمبر ببلش يهر، سو ما نخاف قول عم بيهر شعري. هيدي المرحله يلي بتبلش فيها ومنقرب على الفول، يعني ما نحن عم نحكي عن مرحله الخريف، يعني يلي هي شيء طبيعي يبلش الطبيعه بتكون عم تهرهر. ما بدنا نعمل ستريس، بدي اقول لحالي بدي ادرس كيف اقاوم هالمرحله تكون عم قاومها، انه بلش اخذ الاشياء يلي مكمله ما بين الحديد اذا عندي نقص بالحديد يلي بيؤدي للهر، ما بين الزنك، ما بين لاظافري، البيوتين، كل هالامور كون عم بنتبه للفيتامين دي، لكل الامور اللي حواليه اللي بتؤدي. ولكن المناسبات كانت كثيره بالصيف، والاكثر بيركض لا يضعف، انه بدي البس الفستان وبده يطلع على قدي وبدي يكون جسمي ضعيف. هر الشعر هو نقص بوزن الجسم لما بيوصل لمرحله ما بيعود يوصل الغذاء للشعر للفوليكلز، يعني في اولويه عند الجسم في اولويه. سو بدنا ننتبه انه نحن وعم نضعف ما نضعف بسرعه، نضلنا منتبهين على الرياضه، ناخذ الغذاء اللازم ما بين البروتينات والاشياء الغنيه بالمعادن وكثيره هي. وننهي حديثنا انه العنايه هي هلا بقص الشعر، بلش حط امبوليت مغذيه، بلش اعمل سكالب تريتمنت يلي هلا بنحس العجقه فيها بكل السالونات للاهتمام بالشعر. ثانك يو ليلى، بنشوفك بحلقه جديده واكيد نصايح جديده. وقفي هلا بنرجع نتابع لايف.